لو سمحت اقرا الكلام الفارغ اللي مكتوب. حاضر يا هانم، حاضر. سعاد هانم وليل القاهرة. ويبدو أن الأرملة الجميلة تداعب قلبها أوتار حب، سوف يصبح حديث ليلى. شكري بيه، شكري بيه، شكري بيه. هي الهانم راحت فين؟ خير يا هانم؟ في حاجة؟ مفيش، ولو سمحت ما تجيليش هنا تاني. الله الله الله، ليه كده؟ أنا فهمتك، عايز تتفضل هنا تتفضل بالمدام، لكن من غيرها لو سمحت ما تجيش. أنتي ناسي أنا مين ولا إيه؟ أنتي بتطرديني؟ أيوه بطردك، اتفضل. طيب يا هاني انا ماشي، بس بكره هتندمي اشد الندم. الله، هو انت لسه سايبه غدا بابا على السفره؟ هو انت شفتي حضر؟ لا، بس اكيد اتغدى بر، وحتى لو ما كانش اتغدى الاكل برد. عارفه يا زكيه، بس عايزاه يجي لاقيني مش مقصره، واني بفكر فيه طول اليوم مش بس الهانم. نفسي اعرف عقلك ده هيوديكي فين. عقلي موزون مش زي ناس. اه بابا حبيب القلب وصل. مساء الخير يا دريه. اهلا اهلا تنسعاد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. هو بابا موجود؟ لا هو لسه ما حضرش. من الصبح؟ ايوه. في حاجه يا طنط؟ اه، هو لو ممكن بس تبلغيه ان انا كنت محتاجاه له عشان اخد رايه في استشاره قانونيه. حاضر يا طنط. طب اتفضل. معلش حبيبتي، سايبه الاولاد من الصبح، يا دوبك اطلع لهم. سلمي لي على سميره. حاضر، الله يسلم. سعيده. اتفضلي. هو كان محامي ولا محامي؟ ما عندها عبد اللطيف خليفه، تروح تساله. بري منك يا سميره، بريه دلوقتي يجي وتستلمه. كلمتين حلوين على شويه سهوكه وتلاقي بابا اللي يشخط وينطر طول اليوم بقى حته بسبوسه بالقشطه. تهمدي بقى يا سمير، مش عارفه اذاكر من خالتك الكدابه دي. يا برودك يا شيخه، مش قلقانه على بابا؟ هو يا بنتي طفل صغير. ابوكي شكري بيه عبد العال، يعني له اصدقاء كتير وممكن يبقى راح هنا ولا هنا. اصل عشان ست سعاد تسال عليه مرتين يبقى في حاجه مش مفهومه. ما هي قالت لك عايزاه في استشاره قانونيه. انت بتصدقي؟ وهي هتكذب ليه يعني؟ انت بس اللي مريضه بحب بابا. ما تسمي خوفي عليه مرض. انا عايمه انام عشان عندي مدرسه الصبح. اسهري انتي براحتك بقى واستنيه ما يرجع. تصبح على خير. وانتي من اهله؟ شكري بيه، ممكن نتكلم دلوقتي؟ انا مستنياك من بدري قوي. طب يا ستي اتفضلي. ممكن نتكلم عندي؟ والاولاد نايمين، تهيألي ما يصحش نتكلم على السلم. لا
حاجات اللي ما تصحش بقت كتير اليومين دول يا هاني، ما جاتش على دي. أرجوك يا بيه ما تكسفنيش. يمكن أعرف أنت مشيت لي النهاردة من الأتليه من غير ولا كلمة، حتى لما ندهت عليك ما ردتش عليا. وهل الموقف اللي رأيتك فيه يحتاج كلام؟ موقف إيه يا شكري بيه؟ سعاد هانم، أنا غير محتاج للكلام والحديث في أشياء يعفوا لساني عن ذكرها، احتراماً للأولاد اللي نايمين جوه. والأشياء اللي يعف لسانك عن ذكرها أنا فعلتها يا شكري بيه؟ أرجوك يا هانم، إحنا بينا جيرة وعيش وملح، لازم أراعيهم. بس كده؟ الجيرة والعيش والملح هما بس اللي هترعاهم؟ أنت ما تركتيش شيء آخر أراعيه. للدرجة دي؟ يا هانم، أنت تحولتي لإنسانة ما أعرفهاش ومحبش أعرفها، إنسانة تملأ صورها المجلات الرخيصة ويكتب عنها كلام رخيص لا يقبل رجل حر. كل دعاني أنا يا شكري بيه؟ سيدة، أذهب إلى مكان عملها فأجدها جالسة مع راجل ليس فوق مستوى الشبهات حتى بعد ما حذرتك منه عدة مرات. الأتليه مكان عمل، مكان مفتوح لكل الناس. ناس زي مين يا هانم؟ زي الأميرة لايا عصمت، زي النساء الوقح النجل. حتى لو هو كده زي ما انت بتقول، انا مالي؟ انا بقدر اوقف كل انسان عن تحده. ده كلام معاد ومكرر يا هانم وملوش لازمه. لو كنت فعلا تقدري توقفيه عند حده ما وقفتيهوش ليه احتراما للراجل اللي كنت هتبقي مراته؟ من فضلك يا شكري بيك، من فضلك. من فضلك انت يا هانم، اسف على كل لحظه، كل كلمة قلتها لك بصدق وحب حقيقي. وإيه كمان يا شكري بيه؟ أنا مندهش، مندهش إزاي خطر في بالي أغضب بناتي واغتال ذكرى زوجتي الوفية مع إيه؟ كمل كمل والكل اللي جواك هنزنك.